بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا في رحاب أزهرنا الشريف ونحيي ليلة القدر بهذه الصلاة، صلاة القيام، وبالتضرع إلى الملك العلام. وليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن، وتتنزل فيها ملائكة الرحمن، وجعلها الله سلاماً وأماناً على عباده جميعاً، حيث قال في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام يا ربنا نتطلع إليه اليوم، السلام يا ربنا الذي وعدتنا إياه في كتابك العزيز، وفي هذه الليلة العزيزة، ليلة القدر التي جعلتها خيراً من ألف شهر، وقلت وقولك الحق: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا السلام يا ربنا الذي وعدتنا به نجأر إليك اليوم، وندعوك متضرعين ومنيبين وموحدين، ومن أزهرنا الشريف نضرع إليك أن تسبغ سحائب النعم والسلام على أشقائنا في فلسطين وفي غزة. يا رب يا رب، أرض الإسراء يا رب، أرض الإسراء يا رب، فلسطين بدت ترنو ومدت للخلاص يدا، ومهما يصنع الباغي فميعاد اللقاء غدا. خذوا للنصر من دمنا مدادا، واكتبوا السند، عشقنا فجره الموعود فجرا بالمنى غردة، تؤرقنا على شرفاته الأحلام حين بدا. فيا كم عاش ليل النار مرعوشا ومرتعدا، فتى آماله كانت هناك فبعثرت بددا. فيا رباه كن عونا لهم، يا رب كن سندا، ويا رب الورى هي لنا من أمرنا رشدا. ليلة النور، ونحن في قلعة النور، وفي الجامع الأزهر المعمور الذي سعد بأئمة شوامخ وأولياء لعباد الله الصالحين، متبركين بالجلوس فيه وبإقامة هذه الشعائر فيه، وضارعين إلى رب العزة بالقرآن الذي أنزله في هذه الليلة، والذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، وقد صرت يا أمتنا الإسلامية أكثر الأمم تابعاً بفضل القرآن الكريم وبفضل الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم، يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم، فإننا في ليلة مباركة عظيمة، التوبة فيها مقبولة، الدعاء فيها مستجاب، في ليلة القدر التي جعلها الله خيراً من ألف شهر. يا أمتنا الإسلامية لا تتشرزموا، لا تتفرقوا، وحدوا صفوفكم، وقفوا
بكتاب ربكم الليلة، وادعوه ضارعين مخلصين صادقين من قلوبكم أن يكشف عنا وعن الأمة هذا البلاء وهذا الهراء وهذا الكرب. يا أمة اتحدوا لله في ثقة، يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه. فالابتلاءات لم تنزل بأمتنا إلا بذنب كبير قد فعلناه، قوموا اتقوا الله وادعوه. فلا أمل في النصر يا أمتي إلا بتقواه. يا أمتي جعوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. فاللهم انصرنا على أعدائنا يا رب، اللهم انصر إخواننا وأشقاءنا في غزة وفلسطين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، وبارك في مصر يا أرحم الراحمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، واحفظ لنا الأزهر للإسلام والدين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.